وفي هذا الأوان الذي جدحت فيه يد الإملاق كأس الفراق، وأوشك العام فيه على التمام والإغلاق، لا بد لأهل الحجى من وقفات للعبرة ومراجعة الذات وتجديد الثقة والثبات والتفكر فيما هو آت. عام أهاب به الزمان فأقبلا، يزجي المواكب بالأهلة حفلا، أسر الحوادث فهي في أحنائه تأتي وتذهب في الممالك جولا. فمن لم يتعظ بزوال الأيام ولم يعتبر بتصرم الأعوام، فما تفكر في مصيره ولا أناب، ولا اتصف بمكارم أولي الألباب. قال المولى الرحيم التواب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالتأمل والتدبر في حوادث الأيام وتعاقبها مطلب شرعي، ولا يند عن فهم الأحوذي الحقيقة القاطعة الساطعة، كون الآخرة أبدا والدنيا أمدا، وأعمالنا فيها مشهودة وأعمارنا معدودة، وأقوالنا مرصودة، والودائع مردودة، والآجال محتومة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. والمقام يا عباد الله لتبصير النفوس وإرشادها، وتصحيح عثار المسيرة وتذليل كئادها، وتوجيه الأمة المباركة شطر العلاء الوثاب والحزم الهادف الغلاب. فما أحوج أمتنا في هذه السانحة البينية أن تنعطف حيال أنوار البصيرة، فتستدرك فرطاتها وتنعتق من ورطاتها، وتفعم روحها بمعاني التفاؤل السنية والرجاءات الربانية والعزائم الفولاذية وصوارم الهمم الفتية، كي تفيئ إلى مراسم الاهتداء والقمم وبدائع الخلال والقيم، على ضوء المورد المعين والنبع الإلهي المبين، هدي الوحيين الشريفين، مستمسكة بالتوحيد والوحدة، معتصمة بالكتاب والسنة، على منهج سلف هذه الأمة، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. أخرجه مالك في الموطأ.